هنتكلم النهاردة عن تحليل الألوان وإزاي الألوان اللي بنختارها في لبسنا أو في حياتنا بتعبر عن شخصيتنا وكمان بتأثر على طاقتنا. ممكن ناس كتير قوي تستغرب من الكلام ده، بس ضيفتي النهاردة الحقيقة هي متخصصة في تحليل الألوان. هنعرف منها إزاي نختار الألوان المناسبة لينا وإزاي الألوان دي ممكن تبرز جمالنا بس بشكل طبيعي. نكتشف النهاردة أسرار كتيرة عن الألوان وعن تأثيرها على حياتنا اليومية. فقرتنا الحقيقة هتكون النهاردة مليانة إلهام وطاقة إيجابية مع ضيفتي اللي منورانا، هي رونق محسن متخصصة في تحليل الألوان. أهلا بيك منورانا. كل يوم بيبقى في حاجات جديدة بنكتشف، حاجات جديدة. آخر حاجة كنت يعني أتخيل أنها تبقى موجودة حاجة اسمها تحليل الألوان. يعني إيه تحليل الألوان وإزاي بيبقى ليها تأثير على حياتنا؟ طيب، هدف تحليل الألوان إن احنا نلاقي مجموعة الألوان اللي زي ما انتي قلتي كده في البداية تبرز جمالنا الطبيعي، تبرز ملامحنا بشكل أنعم، بتتناغم مع ملامحنا اللي ربنا خلقها لنا، فدايما هتخليكي شكلك منور، تداري عيوب بشرتك لو في حاجة. عارفة لما بتحصل معانا كلنا وتنزلي كده بأوتفت عادي بس كل اللي يشوفك يقولك الله انتي محلوية النهاردة، في ايه؟ ده بيكون تأثير اللون. اوكي، والعكس ممكن تبقي لابسه فول اوتفيت وحلوه قوي بس الكل بيقول لك مالك انت مش في المود النهارده. تمام. فده بيكون بسبب اللون. طيب الالوان اللي احنا بنحبها هي الالوان اللي بتليق علينا؟ لا، مش دايما، مش بالضروره. احنا باختبارات معينه بنحدد مجموعه الالوان المناسبه لبشرتك، لكن الالوان اللي انت بتحبيها انت دي ليها اسباب نفسيه كتير قوي. المعادله بقى ان احنا نجمع الاثنين مع بعض، يعني نعرف الالوان المناسبه لينا والالوان اللي احنا بنحبها ونبتدي ندخلها حياتنا واحده واحده. يعني علم الالوان ده ليه دراسه؟ ايوه طبعا طبعا. موجود دراسه تحليل الالوان دي موجوده في علم النفس، موجوده في مجال طبعا الفاشن والستايلنج وكده، وموجوده من زمان قوي، يعني ده من الثمانينات والسبعينات اصلا، يعني علم لسه مش مستحدث. طب ايه الاختبار اللي احنا ممكن نعمله ونعرف في دلوقتي الالوان اللي انا ممكن تبقى مناسبة ليا وتديني كمان طاقة إيجابية؟ أوكي، خلينا نتكلم الأول في الألوان المناسبة لينا. إحنا بنعرف الألوان دي من خلال اختبارات معينة. بنحدد أول حاجة لازم أبقى عارفة أنا بشرتي نوعها بشرة باردة ولا بشرة دافية، وبناء على التحديد ده بنعرف الألوان المناسبة. تعالي اختبار دلوقتي على الهواء كده ونقول لكل الناس ونشوف الألوان اللي إيه هتتناسب معي. أول اختبار وأسهل اختبار ممكن أي حد حتى يعمله في البيت الفضي والذهبي. فمثلا أنا ومروة أنتي لابسة الجولري بتاعتك كلها فضي ودايموند لونها ابيض وخطير عليكي، عشان كده انتي بشرتك بارده. انا عكسك تماما، انا كل الجولري اللي انا لابساها ذهبي متناغمه مع بشرتي اكتر، فانا بشرتي دافيه. تاني اختبار او من الحاجات برضو اللي ممكن نعملها الالوان. الاسود لون بارد عليكي منور، انا البني لون دافي، فعشان كده حتى الاسود لما لبسته غطيته بلون دافي عشان بالظبط كده عشان يتناغم مع بشرتي اكتر. فاسهل اختبار ان احنا نعمله نشوف الذهبي والفضي، احنا كلنا عندنا في البيت. طب شوفوا بقى موضوع الاختبار ده، احنا معانا حاجه سيلف، حاجه ذهبي بالظبط وحاجه فضي، فاحنا هنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يتناغم او يليق مع بشرتنا. بالظبط كده، هنحطهم بس الاثنين جنب بعض وابتدي اشوف المتناغم مع بشرتي اكتر هو ده المناسب ليه. بالظبط كده، الفضي هتلاقي ان هو نشاز قد، صح، فمعنى كده ان انا بشرتي دافيه مش بارده. انت العكس، الساعه في ايدك والبريسلت في ايدك متناغمه اكتر مع ايدك مع لون جلدك لان انت بشرتك عكسي بشرتك. طب بس انا بحب الذهب برضو اكتر. احنا قلنا بقى ممكن في حد بيليق عليه الاثنين او مثلا نلبس الاثنين، ما عنديش مشكله. بس انت تتخيلي نفسك لابسه فستان من فوق لتحت ذهبي؟ لا، هيسحب كل النور اللي في وشك، هيبقى قوي قوي عليكي على عكس الفضي او الاسود زي ما احنا الجولري حاجه واللبس حاجه ثانيه. طبعا الجولري تاثيرها اخف شويه لانها بعيده، بتبقى تطشاط حاجات بسيطه بالظبط بعيده عن الوش، لكن لو هلبس حاجه ميتاليك او حاجه معدن في فستان سواريه لازم يبقى مناسب ليا. طيب كنا بنتكلم في الانترو ان الالوان اللي بنلبسها، او انا كنت بقول الالوان اللي بنلبسها حاجه وممكن اكون بحبها والالوان اللي بحب اشوفها حاجه تانية، ايه الفرق بينهم وهل ده ليه تاثير عليا؟ انا مثلا ممكن احب لون تركواز احب اشوفه بس ما احبش البسه، ايه الفرق؟ بتحبي اللون تمام لاسباب نفسيه كثيره قوي قوي وابعاد قويه فوق ما نتخيل. ممكن مرتبط معاكي بحاجه في طفولتك بذكريات كويسه والعكس تمام، ما بتقدريش تلبسيه لانه مثلا ممكن يكون اولا بره الباليت بتاعتك مش مناسب لبشرتك، هيبين كل هالات تحت عينك، يعني هيطلعك بمنظر زي ما قلنا مظهر مش صحي. اوكي، هتحتاجي تحسي انك كنتي لابسه لون عايزه احط مكياج كتير قوي عشان بس ابان طبيعيه، على عكس الالوان اللي هي مناسبه اوريدي لبشرتك لا، بتحسي ان انت مش محتاجه تبذلي مجهود رهيب
طيب المكياج. في ناس مثلا انا من الناس اللي بحب الاسود قوي أوكي. بس يعني لما بلبس اسود بحط مثلا اي تاتشات ميك اب كده بيبقى الدنيا لطيفه وحلوه. ممكن احب الابيض. في الوان تاني مهما يعني اجيبها كده هي مش حلوه. مفيش ساعتها بقى ده بيبقى ليها تاثير هي مش لايقه عليا ولا انا عيني شايفاها مش حلوه. لا اكيد يعني مش لايقه عليكي. السبب الاساسي اكيد مش لايقه عليكي لان احنا بالذات كستات يعني عينينا مرايتنا. فانت وانس ان انت مش قادره تتقبلي اللون قريب من بشرتك فهو اكيد اكيد مش بتاعك. ممكن نعدل بقى شويه يعني ممكن المكياج زي ما انت قلتي ممكن ساعتها البس الجولري تلطف شويه او ان انا بلبسوش في اوقاتي المهمه يعني هي الفكره ان انا عارفه فباليت الواني القويه هقدر استغلها في مناسباتي المهمه عندي انترفيو مهم الباقي البسي اللي انت عايزاه. طيب لما بنروح نشتري لبس في الوان بتبقى طالعه موضه يعني في الوان مثلا جديده بتبقى مثلا البني انا اللون البني ده ما بحبوش خالص يعني انا ما بحبوش بتاعتك اساسا يعني انا ما بحبوش بس هو طالع مثلا موضه جدا اللون النبيتي حلو طالع موضه جدا بس ساعات لما بلبسه ما بحسش ان انا يعني مبسوطه حالتي بالظبط. ازاي نختار الالوان برضو اللي طالعه موضه وان انا البسها وتكون برضو متناسبه معايا يعني المعادله دي انا اعملها ازاي؟ بصي هو في سحر اسمه سحر تدرجات الالوان او درجات اللون يعني مثلا انا البرجاندي او الاحمر اللي هو القوي قوي ده مش بحسه عليا او مش بحبه عليا. انا بحب الالوان الادفى شويه ممكن اختار منه درجه قريبه منه تبقى دافيه شويه اللي احنا بنقول عليه شويه طوبي يعني او احمر فيه شويه دفى. اي لون بقى اي لون ترند مثلا انا عايزه اواكب الترند بس انا الدرج اللون نفسه مش بحبه اختار منه درجه يعني الناس فعلا ليه. اللي بتقعد يعني تحتار في اختيار اللون اصل ده نبيتي اصل ده توبي اصل ده احمر بتفرق. فاتح اصل ده احمر غامق يعني الناس دي ما بتبقاش عايشه في الوهم هي فعلا خالص. عايزه حاجه تتناسب معاها لان درجه اللون ممكن يفرق أكيد. فعلا مع بشرتها اكيد اكيد اكيد. طب زي ما بقول لك هو السر والسحر في تدرجات الالوان بالظبط يعني في ناس بتبقى متخيله لا انا ما بلبسش احمر الاحمر مش حلو عليا. لا انت فايتك درجه الاحمر مناسبه لبشرتك فانت بقى لازم ايه تدوري على الدرجه دي ايه بقى من خلال تحليل الالوان.